مرحبا طلاب صف السادس، في هذا الفيديو راح نشرح ب lesson 16 on the page 103. So the title of this lesson is calculation on literal expressions. راح نتعلم اليوم شو يعني literal expression وكيف بعمل هيدي الكالكوليشن. At the end of this chapter I will be able to write formulas by using letters to replace known sizes. فإذا بتتعلم كيف بكتب فورمولا وبستعمل فيها letters. Use the distributivity of multiplication over the addition in literal expression. بتعلم كيف بعمل distribution أو توزيع المultiplication على الaddition. Calculate the numerical value of literal expression. وبعدين بدي اتعلم كيف بحسب وبطلع الفاليو لهالليترال اكسبريشن. اذا بتشوف هيدي الفورمولا قدامك اكيد انت familiar with هيدي the parameter of a square. So اذا جيت سألتك هيدي شو، انت راح تقول لي هيدي قاعدة الباراميتر للسكوير، بس بالحقيقة هيدي literal expression. So انت بتعرف الليترال اكسبريشن بدون ما تسميها. So اذا جينا نتعلم شو يعني literal expression؟ بالتعريف بتقول انه literal expression includes numbers and letters. So بده يكون فيها numbers وبده يكون كمان فيها letters. So هيدي بصير بسميها literal او algebraic expression. اكيد بده يكون في عندي operations. Operations يعني اللي هني time, divide, add and subtract. So إذا رجعنا شوي بدرس قديم، أول درس أخذناه كان هو Order of Operation. بدرس الـ Order of Operation بدي ركز على هيدي الفكرة الموجودة هون. شو كان عم بيقول؟ كان عم بخبرني إنه an expression which includes numbers. فإذا الـ expression اللي فيها بس numbers and operations. فإذا هي عبارة عن أعداد و operations. And no variables. يعني ما فيها variable. Variable يعني هن الحروف. Is called numerical expression. So فإذا شو عندي صار؟ صار في عندي نوعين من الإكسبريشن. Expression يعني بده يكون في عندي many operations. Operations اللي عنهم هن time, divide, add and subtract. So ممكن يكون عندي أكثر من عملية بنفس الوقت. إذا كنت عم بشتغل بس على only numbers هيدي بسميها numerical expression. اما اذا كان في عندي numbers و letters او variables هيدي بسميها literal او algebraic expression. فاذا عندي نوعين من الاكسبريشنز، او بيكون فيها بس numbers بسميها numerical، او فيها numbers and letters وبنسميها literal او algebraic expression. So كمان لارجع شوف، انا في عندي هيدي الباراميتر of rectangle. The parameter of rectangle بلاحظ انه في عندي number two letter two length plus او two length plus two width. So هيدي انا بسميها literal expression. ليش literal expression؟ اول شيء لانه عندي many operations. هون في عندي 2l يعني two times length plus two times width. So عندي operation 2 3 operations وفي عندي numbers وعندي letters. So هيدي بنسميها literal expression. كلمة literal يعني مثل letter. So كيف انا ممكن اكتب هيدي literal expression بناء على word expression؟ في عندي عدة كلمات بتدل وبتخبرني اذا انا بدي اعمل addition، بدي اعمل subtract، بدي اعمل times، بدي اعمل divide. For example لما يقول x more than 5 معناتها هون انا لازم اعمل addition. لما يقول لي more، لما يقول لي sum، يقول total، increase او plus. So هيدول كل العبارات بتدلني انه انا عم بعمل addition. So هون في عندي عبارات بتدل على subtraction. عم بيقول x minus 9 او 9 less than x او decreased او diminished. So كل هيدول عبارات كمان بتدل على subtraction. في عندي عبارات بتدل على multiply. مثل x times 2 x multiplied by 2 double twice او triple. وهون في عندي the product. product يعني هو جواب الضرب. so هيدول كمان بيدلوني على المultiply.
فكمان في عندي عبارات او كلمات بتدل على divide، مثل شو؟ مثل x divided by 7، 7 او x over 7، او كلمة distribute. So عندي عدة عبارات او عدة كلمات من خلالها بعرف اي operation بدي اختار. So انا بهيدا التيبل حطيت لك يعني جمعنا من اكثر من مصدر معظم الكلمات اللي انت بتحتاجها حتى تصير تعرف حالك اي operation بدك تعمل. في عندي اشياء بتدل على الديفيجن، على الملتبلاي، اشياء على السبتراكت، واشياء راح تدلني على الاديشن. سو فيك تعمل سكرين شوت وبتاخد هيدول المعلومات وبتخليهم عندك. سو خلينا نجي نعمل اكسرسايز واتعلم كيف بدي اعمل how to write the algebraic او literal هي ذاتها. عم بخبرني هون 13 more than x، يعني 13 اكثر من x. هيدي كيف بدي اكتبها؟ هيدي بكتبها x وبزيد عليها 13. So هيدي معناتها 13 more than x. عم بخبرني x less than 15، so 15 واقل منها ب x. So هيدي بكتبها as 15 minus x. The sum of x and y، يعني مجموع ال x وال y. So هون بقول x plus y. هون عم بخبرني 5 more، كلمة more يعني بتدلني على plus. 5 more than twice x، twice x يعني double x أو 2x، يعني 2x وبدي زيد عليها 5 more. So بتصير 2x plus 5. عم بيقول لي 7 added يعني plus to the أو to the triple z، triple يعني times 3. so هون في عندي 3z اللي هي triple z and 7 is added to it، so راح زيد عليها 7. and then the product، product راح تدلني على times، the product of c and 3. So عندي 3 and c وانا بدي لاقي البرودكت، سو راح اضربهم ببعضهم. More examples، في عندي هون كلمة distributed شفناها قبل انه هيدي بتدلني على ال division. x distributed among 7، يعني x وزعناها على 7. So يعني x وزعناها يعني divided among 7. 6 او x over كمان يعني divide. so في يقول هون x over مثل كانوا عم بكتب fraction double of 7. double of 7 يعني 14 او 2 times 7. so اذا بدي اكتبها as an operation راح اقول x divided by 14. 7 greater than، greater يعني plus، greater than half of y. so half of y يعني 1 over 2y او y over 2، او في اكتبها بطريقة تانية اللي هي half يعني بقسمها على 2. so y divided by 2 enter bracket وشو بعدين؟ 7 greater than يعني بدي زيد عليها 7. 21 more than، more يعني plus، more than قد ايه؟ quarter للy، quarter يعني 1 over 4 او في يقول y divided by 4 وهيدي بدي زيد عليها 21. z divided by 5 هيدي سهلة، z divided by 5. a number x increased، increased يعني رح زيد عليه. so هيدا ال x قد ايه increased؟ 3 times، times يعني times. so 3 times of y بكتبها 3y. بعد في عندي هيدول the number x decreased، decreased يعني نقصناه. so x نقصناه half of y يعني y divided by 2 enter bracket. the area of rectangle whose length is l and width is l، so area بتساوي 2 length plus 2 width. area of rectangle whose width is w and length
triple the width. So خلينا نرسم هالريكتانجل حتى نقدر نفهم أكثر. عم بخبرني هيدا اللينث وهيدا الويدث، بس هون شو عندي؟ عندي اللينث هو تريبل للويدث، سو يعني هيدي رح حطها 3W، سو لينث هو تريبل ويدث. سو القاعدة اللي أنا كتبتها فوق كنت عم أقول 2 لينث بلس 2 ويدث، طب هلا أنا بدي أقول 2 تايمز لينث، بس أنا قديش عندي هيدا اللينث اللي هون؟ عندي 3W، سو 2 تايمز 3W بلس أنا هون في عندي 2 width، 2 length plus 2 width. خلصنا من ال length. ال width قد ايه في عندي؟ ال width في عندي 2 width، تمام؟ So ممكن كمان هيدي كملها 6 width plus 2 width. إذا بدك 6 width plus 2 width يعني بيطلع 8 width. طبعا أنا هون بدي حلها بطريقة تانية نفهمها أكثر. احنا قبل كنا بنقدر كمان نلاقي او في عندي قاعدة تانية للريكتانجل، احنا اتفقنا هيدي width وهيدي 3 width، تمام؟ كنا نقول احنا نقول 2 times okay الهاف باراميتر اللي هي 3 width plus width يعني 4 width. هلا 4 width مرتين يعني بصيروا 8 width. So بنفس الطريقة عم نشتغلها أو عم نلاقي نفس الإجابة. The parameter of rectangle whose width is W. فإذا بعدنا كمان بالريكتانجل. So هيدا الريكتانجل. The parameter of rectangle whose width is W. So هيدا ال width رح أحط W. واللينث is 5 centimeters more يعني plus than twice its width. Twice width يعني 2 width. فإذا هيدي شو راح تساوي؟ 2 width and 5 more. Okay. So إذا بدي أكتبها as expression راح يصير في عندي إنه ال parameter بتساوي 2 مضروبة بال length اللي هي 2w plus 5. 2w plus 5 plus 2 width. So ما راح حلها هيدي، راح خليها هون لأنه الحل راح يجي بعدين. So بحال بيعطيني قيمة ال width أنا بقدر بعمل calculation لل parameter. هون في عندي the difference، كلمة difference يعني minus. The difference between triple x and its reciprocal. So triple x يعني هي 3x. Okay. The reciprocal لل triple x. شو هو reciprocal لل triple x؟ تذكر معي بدرس ال fractions multiply and dividing fractions تعلمنا نحن كلمة ال reciprocal. إذا كنت عم بعمل أنا division إنه 1 over 2 divided لنقول by 3 quarters، هون شو خبرونا؟ إنه it equals the product of the first equation by the reciprocal of the second. Reciprocal يعني بقلب هيدا الفراكشن. So هيدا بتصير 4 على 3. فإذا كنا نشتغل بهيدي الطريقة. So 3 and 4. 4 over 3 بكون 4 over 3 is the reciprocal of 3 quarters. So هون عم بخبرني the difference between triple x and its reciprocal. So minus. So لأنه difference. والreciprocal هو 1 over 3x، تمام؟ هون كان في عندي 1 وبقدر بقلبها فوق لتحت بتصير 1 over 3x. آخر واحدة عندي x multiplied by itself. So x multiplied by itself all divided by 6. So x multiplied by itself يعني by x all divided by 6 يعني x times x over 2. وانت بما انك اخذت درس الباور صار بتعرف انه x times x يعني هي x square over 6، تمام؟ انت بيكفي انك توقف هون بما انك عرفت انه is multiplied by itself. Part 2. هون بدي اعمل distribution للmultiplication على الaddition، اكيد انا رح كمل على الdivision و sorry على subtraction بالliteral expression. شوف معي هيدا التيبل. انا عم بعمل expansion n times a plus b. تخيل هون في عندي شو؟ عندي addition. هون عندي times وهيدي ال n.
سو خليني اجي اشوف كيف ممكن انا استنتج هيدي الريليشن بيناتهم. هون في عندي ال N 3 ال A 4 وال B 7. بخبرني A plus B. A plus B is 4 plus 7 11. So A plus B is 11 وبرجع بيقول لي N times A plus B يعني 3 times 11 is 33. So خليني نشوف N times A. N times A so is 3 times 4 is 12. N times B, خليني أجرب ال N times B which is 3 times 7. 3 times 7 is 21. هلا عم بخبرني اجمع ال N times A اجمع مع ال N times B. N times A plus N times B. إذا بجمع 12 مع 21 حيطلع عندي 33. شو بلاحظ؟ بلاحظ إنه n times into a plus b إذا بحل a plus b وبعدين بضربها بال n بيطلع عندي 33. أما إذا بجيب ال n بضربها بال a بيطلع عندي الجواب هو 12. وبرجع بجيب ال n بضربها بال b بيطلع عندي الجواب is 21. وبرجع بعدين بجمعهم مع بعضهم بيطلع عندي 33 يعني the same result. So أنا هون شو بستنتج؟ بستنتج إنه بقدر أنا أعمل distribution لل times among the subtraction ال addition. So ال n بقدر بضربها بال a وال n بضربها بال b وبقدر هال two results بجمعهم مع بعضهم. رح نرجع نشوفها بشكل أوضح بعدين. خلينا نشوف كمان إذا بقدر بعمل distribution على subtraction. هون في عندي n times into a minus b. So هون عندي ال n ال a وال b عطاني ال values عم بخبرني a minus b. a minus b يعني 12 minus 8 is 4. So هيدي جوابها 4. n times 4 so 5 times 4 هيدي n times a minus b. So n times into a minus b يعني 5 times 4 is 20. n times a خلينا نشوف إذا عجينا عملنا n times a قد بتطلع عندي يعني 5 times 12 is 60. بعدين عم بخبرني n times b إذا جينا ضربنا ال n بال b يعني ال n times b so 5 times 8 is 40. بعدين عم بيقول لي n minus a اللي هي 60 minus n times b اللي هي 40 so 60 minus 40 is 20. كمان شو بلاحظ؟ بلاحظ انه we have the same result. So بهيدي الحالة اذا ال a minus b حليناها طلع جوابها 4 بعدين ضربناها بال n اللي هي 5 رح يطلع عندي 20. اذا جبنا ال n ضربناها بال a رح يطلع عندي 60. اذا جبنا ال n ضربناها بال b رح يطلع عندي 40. والاشارة بيناتهم minus رح احط هون minus so 60 minus 40 كمان عندي 20. So كمان شفنا انه انا بقدر بعمل distribution او expansion انه وزع times هون في عندي times هون في عندي times. So بقدر اقول اذا كان عندي بهذا الشكل بقدر اقول n times a بيطلع عندي n times a بعدين الاشارة بيناتهم plus بحط هون plus هون عندي كمان n times b بحط n times b. So بهذه الحالة بقدر اقول n times a و n times b وبيناتهم الإشارة plus. okay. تحت بنفس الطريقة راح أقول n times a و n times b وبيناتهم الإشارة minus. So هيدي العملية اللي عملناها بسموها the distribution of multiplication among the addition أو subtraction أو بقدر بسميها expansion. expansion يعني التوسيع. لاحظ إنه أنا هون عملت لها expand. خليني أخذ example على هيدا الشيء الموجود هون. For example أنا رح أقول لك هون 3 into يعني multiplied by a plus 2. هيدي كيف تعمل لها expand؟ So قلنا بضرب 3 times a أول مرة و 3 times 2 so يعني بطلع عندي 3a و 3 times 2 هي 6 والإشارة بيناتهم شو رح تكون؟ هي plus. Another example إذا عندي هون x جوا عندي 4
بعدين عندي minus for example نقول minus 3. So شو بصير في عندي هون؟ x times 4 يعني إذا بدك فيك تقول 4x و 3 times x يعني هي 3x وبيناتهم الإشارة minus. Part 3 رح نتعلم نعمل calculation للliteral expression. So calculate the literal expressions. For example هون عم يعطيني 2x plus 3 4x equal to. So هون عطاني هو value of x. أنا كل اللي علي إنه شيل ال x حط محلها قد إيه؟ حط محلها 2. So بصير في عندي 2 times 2. هون إذا ما في شي بيناتهم يعني رح أحط times. رح أحطهم بين براكت هلا 2 times 2 plus 3. 2 times 2 is 4 plus 3 equal 7. فإذا نلاحظ صار في عندي هون numerical value. لما بيعطيني ال x بقدر بشتغلها بهذه الطريقة. أحلها بعد بطريقة تانية. So أنا عندي هون 2x plus 3. هون رح أقول لك calculate the value of this expression such that x equal for example 5. شو بنعمل؟ بنقول 2 بدل x احط محلها 5 plus 3 وبشتغل times قبل addition. 2 times 5 is 10, 10 plus 3 which is 13. تمام. Another example عندي 3a minus 10 4a equal 11. So هون رح احط 3 محل ال a رح احط قيمتها 11 and minus 10. بهيدي الحالة 3 times 11 is 33 minus 10 which is 23. Another example على ال calculation literal expression عم بيقول لي calculate the parameter of the square such that s equal 8. So انا عندي the formula of the parameter p equal 4 times s. So it equals to 4 times محل s شو بدي احط؟ بدي احط 8. So equal 32 centimeters. Another example calculate the parameter of a rectangle such that length equal 6 width equal 2. So حطينا الفورمولا 2 length plus 2 width which equal to 2 times the length 6. So شو عملنا؟ محل ال length حطينا قيمتها اللي هي قد ايه؟ 6. So 2 times 6 كمان هيدي plus. So plus 2 times قد ايه ال width؟ width عندي اياها 2. So رح نشتغل ال times بالاول. اول شيء هيدي 2 times 6 is 12 plus بعدين بشتغل هيدي 2 times 2 is 4. اخر شيء بعمل addition 12 plus 4 is 16 والunit is سنتيمتر. So بهذا الدرس مرقنا على عدة افكار رح نعيدها بشكل سريع نعمل ملخص للدرس. So تعلمنا بهذا الدرس شو يعني literal expression. literal expression جينا ميزناها عن ال numerical expression. في اسم تاني لل literal expression بنسميها algebraic expression او algebraic expression. الفرق بيناتهم انه ال numerical expression فيها بس numbers اما ال literal expression فيها numbers and letters واكيد في عندي many operations. هيدا letter اوقات ممكن نسميه variable. واذا بدي اكتب هيدي الاكسبرشن في اشي بتدل على divide اشي بتدل على times subtract or add. وتعلمنا كيف بنكتب هيدي الاكسبرشن. تعلمنا كمان كيف بنعمل distribution على addition وعلى subtraction. واخيرا تعلمنا او شفنا كيف ممكن نعمل calculation لها literal expression لما يكون عم يعطيني the value of the letter.